كانت هذه إذن مشاهدينا أبرز عناوين هذا الحصاد، لكن البداية ستكون من مباراة إيابي نهائي دوري أبطال إفريقيا وتتويج الوداد البيضاوي المغربي بأغلى كؤوس القارة السمراء. توج الوداد البيضاوي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه. تتويج بطل المغرب جاء بعد فوز على ضيفه الأهلي المصري بهدف دون رد في الدار البيضاء. الوداد الذي حقق التعادل الإيجابي بميدان الأهلي في لقاء الذهاب انتظر حتى الدقيقة 69 ليحرز هدف الفوز عبر وليد الكارتي ليعانق الفريق البيضاوي اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد العام 1992. إذن تتويج يبدو أنه كان مستحقا بالنسبة للوداد البيضاوي المغربي الذي حقق مشوار مميز صراحة في هذه البطولة وصولا إلى إحراز التعادل في موقعة الذهاب بالإسكندرية، والتتويج كان على أرضه وأمام جماهيره، ولأول مرة في تاريخ الكرة المغربية اللقب يحسم في المغرب بالذات. أرواح، نتيجة التعادل الإيجابي ذهابا كشفت عن هذه الندية والتنافسية العالية بين الطرفين اللذين استحقا الوصول إلى هذا النهائي، إلى هذه المرتبة الشرفية لأكبر يعني المسابقات الإفريقية، وكنا سعداء بتواجد نهائي إفريقي عربي، وبالتالي سنضمن لقب عربي في هذه السهرة. أكيد ألف مبروك للوداد هذا التتويج المستحق، هارد لك أيضا للأهلي الذي حاول أن يعود في المباراة خاصة بعد تسجيل الهدف، ولكن بالنسبة للوداد حافظ على تركيزه وما كان الأهم وما ركز عليه عموتة بشكل كبير. صحيح. بعد الخروج مهيب خاصة بنتيجة إيجابية، تعادل بطعم الفوز كان أكيد على أرضية الإسكندرية. نعم. وبالتالي المهم جدا الحفاظ كان على الحضور الذهني والتركيز وعدم الاستهانة بما هو مقبل أكيد، لكن هذا أيضا دون الانتقاص أيضا من قيمة فريق الأهلي المصري الذي قدم مشوار جيد أيضا في هذه البطولة الإفريقية وصولا إلى المشهد الختامي. الأهلي كان أزاح الترجي من ربع النهائي، ثم مواطنه النجم الرياضي الساحلي في نصف النهائي وصولا إلى المباراة النهائية. صحيح لم يسعفه الحظ على أرضه وأمام جماهيره واكتفى بالتعادل، لكن أراد التعويض في موقعة الإياب، لكن الكلمة الأخيرة عادت للفريق المغربي الوداد الذي قدم أداء جيدا في هذه المباراة النهائية وتغلب كما ذكرنا بهدف للا شيء. اللقب الثاني كما ذكرنا هو للوداد بعد الأول الذي أحرزه عام 1992 على حساب الهلال السوداني. نذكر أيضا بأن آخر تتويج لفريق مغربي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا كان للرجاء البيضاوي عام 1999 في تونس بالذات على حساب الترجي الرياضي التونسي. هنيئا لكرة القدم المغربية، حظ أوفر بالنسبة لفريق الأهلي المصري، أكيد سيكون تشريف نأمل أن يكون جيدا بالنسبة للوداد في كأس العالم للأندية. أروى، صحيح، هذا أكيد من أهم الحوافز تمثيل الكرة العربية والإفريقية في هكذا محفل عالمي كبير، والوداد فريق صنع الكثير من الإنجازات والنجاحات والبطولات، واليوم أكيد فرحة كبيرة بتحقيق هذا الإنجاز وبإضافة هذه النجمة إلى سجله للمرة الثانية في تاريخه بالنسبة للوداد بعد مباراة قوية. لحظات استذكارية أكيد، لحظات الفرحة، لحظات التتويج نشهدها وإياكم مباشرة مشاهدينا، هي اللحظات الغالية التي تتوج هذه المسيرة وتظهر أكيد فرحة اللاعبين
لاعبين كبيرة، شهدنا في المقابل حسرة وألم لاعبي الأهلي، وكانت اللقطات معبرة مع الوصول إلى هكذا مرحلة ومع بذل مجهود كبير وطموحات كانت كبيرة بالاقتراب من المنصة الشرفية والتتويج، ولكن أكيد هكذا كرة القدم، فيها رابح وفيها خاسر، والذي قدم الأفضل في هذه المباراة هو من استحق التتويج بهذا اللقب. نشهد وإياكم هذه الصور المميزة، هذه اللحظات التي تبقى للذكرى إثر هكذا مباراة قمة أكيد في نهائي تشامبيونز ليج الإفريقي. ما زلنا نتابع هذه الصور، الكابتن الحسين عموتة مهندس نجاحات الوداد وأيضا العودة إلى منصة التتويج على المستوى الإفريقي، يتقدم أيضا هذا الحفل الرجل الأول في الاتحاد الإفريقي الملقاشي أحمد الذي هو الآن بصدد تقديم الميداليات الذهبية لعناصر فريق الوداد البيضاوي. قلت الحسين عموتة بقدومه إلى الوداد غير أشياء كثيرة خاصة على مستوى التكتيكي وأيضا الانسجام في الفريق، شهدنا وجه آخر للوداد منذ قدوم الكابتن الحسين عموتة الذي نهنئه بالمناسبة، والذي كان دائما معنا هنا في التحليل ضمن فريق بين سبورتس وأيضا من قبل الجزيرة الرياضية، اعتدنا تواجده أيضا في استديوهات الإخبارية، وأكيد هذه اللمسات واضحة ويعني ظاهرة، هي الفرحة الكبيرة، هي اللحظة المنتظرة بالنسبة للاعبي الوداد وحمل الكأس الغالية. هنيئا للوداد ولكل اللاعبين وحسين عموتة، أكيد هذا التتويج وهذا الإنجاز الكبير. لاحظنا حتى ردة فعل حسين عموتة عن تسجيل الهدف، الذي غالبا مهيب يكون أكثر هدوءا في ردات فعله، ولكن هكذا هدف بهكذا قيمة في نهائي أكيد حلم نهائي تشامبيونز ليج له فعالية مختلفة، وبالتالي يحق أن يكون ردة فعله أكثر انفعالا مع هكذا لحظات مميزة للغاية، والألوان الحمراء أكيد ألوان الوداد تزين مدرجات وجنبات الملعب في هذه اللحظات الاستثنائية التي نشهدها وإياكم مشاهدينا على الهواء مباشرة. نعود من جديد مشاهدينا إلى أجواء دوري أبطال إفريقيا، تتويج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري بفوزه إيابا بهدف لا شيء. ينضم إلينا الآن من مركب محمد الخامس بالدار البيضاء زميل ومراسل بين سبورتس ياسين معراش. ياسين، ماذا عن ردود الأفعال الأولى بعد تتويج فريق الوداد بهذا اللقب الإفريقي، وكأن حال جماهير الوداد تقول هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية؟ بالفعل زميلي مهيب، كما تفضلت، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، ربع قرن يمر عن آخر تتويج للوداد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا مع الجيل الذهبي، جيل الداودي، جيل بن عبيش، جيل موسانداو، جيل المدرب سيباستيانكو يوري المدرب الأوكراني. إذن الوداد يحيي الذكريات بهذا اللقب الرائع واللقب المميز والطريقة كذلك التي يأتي بها اللقب، خصوصا وأن الفريق مر بلحظات صعبة ومباريات صعبة، خصوصا في دور المجموعات والهزيمة أمام زاناكو والهزيمة أمام الأهلي ثم العودة أمام الأهلي، والفريق يكتشف نفسه من جديد ويسير بثبات
لتخطي المنافسين، يعني ماميلودي سانداونز حامل اللقب، اليو اس ما فريق اتحاد العاصمه الجزائري والاهلي في النهائي ليحقق هذا اللقب الكبير واللقب الغالي. فرحة كبيرة، فرحة هستيرية، تفاعل جماهيري استثنائي، الجمهور كان له دور كبير ودور كبير جدا في دفع الفريق في أشد اللحظات. اليوم شاهدنا عندما استحوذ الأهلي على الكرة كيف كان للجمهور دور مهم جدا في محاولة لتشتيت تركيز لاعبي الأهلي. على كل حال فرحة جماهيرية، فرحة مغربية كبيرة ستستمر لأسابيع وأسابيع وأسابيع في انتظار أكيد الفرحة القادمة مع المنتخب المغربي بالوصول لمونديال روسيا 2018، كذلك الوداد بوصوله وبتحقيق هذا اللقب، اللقب الثاني في تاريخه يصل لمونديال الأندية، وكذلك يستحضر ذكريات الرجاء العالمي في مسابقة المونديال 2000. شكرا. وكذلك 2013 هنا في المغرب. الفرحة ستتواصل أكيد اليوم خصوصا في مناطق عديدة في الدار البيضاء وبالتحديد في عين دياب. نعم. الجماهير ستتوجه لكورنيش عين دياب. شكرا. من أجل الاحتفال، من أجل أكيد رد الاعتبار للوداد والكرة المغربية والجماهير الودادية. شكرا جزيلا لك ياسين معرش مراسل بين سبورتس، كنت معنا مباشرة من مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. مرة أخرى هنيئا للوداد وحظ أوفر للأهلي. مشاهدينا هذا الحصاد لا يزال متواصلا معكم، تتابعونا فيه أيضا.